شارك نيافة أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في الندوة العلمية القانونية بمناسبة إصدار كتاب قضاء التحكيم في 25 عاما للمستشار دكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستئناف. وخلال الندوة استعرض القاضي كتابه الذي يتناول التطور التشريعي للتحكيم في مصر والدعوة التحكيمية أمام المحكمين وأنواعها وإجراءاتها والقانون الواجب التطبيق في التحكيم، بالإضافة إلى دور القضاء في الدعوة التحكيمية وحالات تدخل القضاء في العمليات التحكيمية والدعوة التحكيمية أمام القضاء المصري واختصاص القضاء بتنفيذ حكم التحكيم واختصاص القضاء ببطلان أحكامه.